توج الوحدات بلقب كأس السوبر الأردني عقب فوزه على منشية بني حسن بثلاثة أهداف دون رد. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا محمد الجبور من الأردن. كأس السوبر كأس لها مذاقها الخاص، فهي بطولة اختزلت نفسها في مباراة جمعت هذه المرة بطل الدوري الوحدات ووصيف الكأس المنشية. المارد الأخضر فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، فدانت له الأفضلية لعبا ونتيجة. على الرغم من ذلك انتظر الوحداتيون حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليفتتح لهم عامر ذيب التسجيل بكرة رأسية ذكية. في الشوط الثاني لم يتبدل الحال كثيرا، إذ نجح الوحدات في إضافة هدفين آخرين، الأول عبر المتألق عبدالله ذيب في الدقيقة 57، فيما جاء الثاني عبر المخضرم محمود شلباية في الدقيقة 68. الحمد لله، يعني كان فوز كويس، يعني بداية الموسم تعطينا دافع كويس نبلش الدوري يوم الأحد إن شاء الله، ومنين هذا الفوز ده الجمهور الكبير اللي أزرنا اليوم. يعني في فوارق فنية بين الوحدات والمنشية، مع احترام لفريق المنشية، لكن فريق المنشية متكتل وراء بدافع. الحمد لله الله أكرمنا بثلاث أهداف وجبنا الفوز الحمد لله. الفريق أدى، بس يمكن الحكم شوي ظلمنا، يعني كل جول بيجي يكون قبله في خطأ لنا ومشي اللعبة تيجي جول، يعني هبط معنويات الشباب، بس الحمد لله الواحد شو بدي أحكي. الوحدات توج باللقب للمرة 11 في تاريخه وسط فرحة كبيرة لأنصار القلعة الخضراء. كأس السوبر ضمها الوحدات لخزائنه، قبلها جير الفيصلي لقب الدرع لصالحه، معطيات تؤشر لموسم أردني ملتهب بين الغريمين التقليديين. محمد الجبور، الجزيرة الرياضية، عمان.